خبر كان صادم لملايين الكيبوب فانز، وهو وفاة جوهارا من فرقة كيرا. ففعلا تم تأكيد خبر وفاة جوهارا بتاريخ 24 نوفمبر 2019، فهي من مواليد 13 جانوري لعام 1991، واليوم يعتبر آخر يوم إلها لجوهارا، ودعتنا بعمر 28 سنة. يمكن بعض منكم ما بيعرفها، لكن لو أذكركم بالفتاة اللي بكيت من كل قلبها بخبر وفاة سولي من فرقة FX. يس، هي جوهارا. للعلم، جوهارا وسولي من أعز صديقات، وخبر وفاة سولي كان صدمة كبيرة بحياتها. فللأسف تم العثور عليها فاقدة للوعي في منزلها في حي تشونغ دام بحوالي الساعة 6:09 مساء، وهاد بحسب تأكيد شرطة غانغنام بأنه تم العثور على جوهارا فاقدة للوعي وبعد لحظات توفيت. لكن لو نرجع الانستغرام، فجوهارا قامت بنشر صورة البارحة، واليوم أصبحت هالصورة ترند عالمي. فكانت مستلقاة بالسرير تنظر للكاميرا بشكل مباشر، وكأنه بعيونها في حزن ورسالة، وكتبت آخر جملة sleep well، نام جيدا، وكأنها اختارت إنها ترحل من هالعالم وتودع كل الفانز والعالم بابتسامة مع آخر صورة إلها على حسابها بالإنستغرام. وطبعا بعد تأكيد خبر وفاة جوهارا، وكالتها السابقة افتتحت أبوابها لحتى تخطط للجنازة، لكن بشكل برايفت يعني خاص، واللي هي وكالة برودكشن أوغي. لكن وكالعادة من بعد خبر وفاة جوهارا بدأت الشائعات تتصاعد، فالبعض منهم قال بأنها انتحرت، والبعض قال بأنه تم قتلها. لكن مستحيل نختلف بأنه جوهارا دخلت باكتئاب شديد بعد خبر وفاة أعز صديقاتها سولي. おはようございます。ラブフェンドロー。